انا قربت الكاميرا عشان تشوفوا المنظر عامل ازاي، شايفين الكفر ماسك ازاي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبايبي عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة البانيه من غير بيض، هنعمله بمكون تاني يخليه طري مش ناشف. يلا نشوف هنعمل ايه. وطبعا الكفر هيكون ماسك ومش هيفصل وقت التحمير. معايا كيلو بانيه نضفته وغسلته كويس زي ما انتوا شايفين كده. دلوقتي بقى هتبله. جبت بولة وهحط فيها البانيه كده. طبعا البانيه ليه تتبيلات كتير، بس انا هعمل اسهل تتبيله. معايا معلقه كبيره بابريكا، معلقه صغيره بهارات فراخ، معلقه صغيره حبهان، معلقه صغيره جنزبيل، معلقه صغيره توم باودر، معلقه صغيره ملح. طبعا نخلطهم كويس كده. خلصتها وتبلتها كويس، هسيبها حوالي نص ساعة تتبل كده تشرب من التتبيلة، وبعد كده ارجع لكم نشوف هنعمل ايه. دلوقتي بقى هجهز الكفر بتاعنا. دلوقتي انا معايا بقسماط طحناها، او ممكن تشتري في جيتار جاهز. دلوقتي هتبله، بس طبعا مش هحط ملح عشان البانيه فيه ملح. دلوقتي معايا معلقة كبيرة بابريكا، معلقة صغيرة حبهان، معلقة صغيرة جنزبيل، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بهارات فريخ. هنحطهم كده ونخلطهم كويس. دلوقتي نبتدي نحضر بقية الحاجة. دلوقتي انا قلت هنعمل البانيه بطريقة جديدة بدل البيض. دلوقتي هنشوفه كده مع بعض. انا معايا البقسماط ومعايا الدقيق وبديل البيض الزبادي. دي طريقة جديدة هنعملوها ونشوفوها مع بعض. هنجيب البانيه نحطه في الدقيق الاول زي ما انتوا شايفين كده، ونتكى عليه عشان يتشرب من الدقيق. بعد كده نحطه في الزبادي. بعد كده نحطه في البقسماط. لازم نتك عليه كده في البقسماط عشان البقسماط يمسك عليه ما يطلعش مننا واحنا بنحمره. دلوقتي بقى هبتدي احطه في الزبادي. الزبادي لو انت شايفين ان هو تقيل ممكن تخففيه بشويه لبن. دلوقتي بقى هبتدي احطه في البقسماط. لازم نضغط على البانيه في البقسماط جامد عشان ما يفصلش معانا ساعه التحمير ويعمل فاصل بين الكفر وبين البانيه. دلوقتي طبعا بتقولولي ايه فايده الزبادي؟ الزبادي بيديه طراوه ويبقى طري كده مش ناشف. انا خلصت البانيه زي ما انتوا شايفين. دلوقتي هغلفه بستريتش وادخله الفريزر لمدة ساعة وارجع لكم تاني نشوف هنعمل ايه. وده البانيه بعد ما عدى عليه ساعة في الفريزر. دلوقتي بقى هنبتدي نحمره. هجيب طاسة واحط فيها زيت، طبعا زيت غزير لان البانيه بيحب الزيت الياما. واسيبه يسخن وبعد كده نحط البانيه. دلوقتي الزيت سخن، ابتدي احط البانيه. دلوقتي بقى ابتدي اقلبه على الجنب التاني. شايفين الكفر ماسك ازاي؟ مفكش من على البانيه عشان طبعا احنا سيبناه في التلاجة لمدة ساعة. انا قربت الكاميرا عشان تشوفوا المنظر عامل ازاي. شايفين الكفر ماسك ازاي؟
عامل ايه رأيكم؟ ولا فك ولا اي حاجة، ولا فك حاجة. والكفر ماسك ازاي؟ هبتدي بقى اطلعه. شايفين الكفر مقرمش ازاي؟ شايفين؟ شايفين لونه؟ ايه رأيكم؟ وده شكل البنية حبايبي بعد ما خلصناه، زي ما انتوا شايفين كده بألف هنا وشفا. ولو عجبكم الفيديو ياريت تعملوا لايك وشير وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل اشعاراتنا بوصفاتنا الجديدة. ولو اول مرة تشوفوني ياريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.